أستاذة دعاء، زي ما أستاذة حنان قالت وأنا يمكن قلت في الإنترو إن المرأة المصرية قدرت إن هي تقتحم كل المجالات، صحفية، مذيعة، وزيرة، محافظة، كل حاجة. حضرتك شايفة إزاي أو شايفة إن ده كان شيء سهل إن المرأة تقدر تدخل وتقتحم كل المجالات ولا كان شيء صعب ليها؟ هي بصي فجرت كل القيود اللي كانت ممكن تقيد بيها المرأة. ازاي؟ ان هي احنا مثلا لو شفنا المرأة على مدار التاريخ زي ما قالت أستاذة حنان قبل ال100 سنة اللي فاتوا، كانت مثلا في شفنا حتشبسوت، كانت امرأة قادت جيوش، حكمت مصر لمدة 21 سنة. الفترة بتاعتها دي حققت فيها نهضة في مجال التشييد والفنون والعمارة، هي المجالات الأكثر صعوبة. ويمكن حضرتك يمكن اللي ما يعرفش كمان، أستاذة دعاء دخلتي في كان في انتخابات نقابة نقابة الصحفيين الصحفيين وكان قدام رجال تمام وحصلتي على عدد من الأصوات كتير جدا، ما حالفكيش الحظ المرة دي تمام لكن خضتي التجربة وكان قدامك رجال تمام كتير وكان في فرق أصوات بسيط بسيط جدا. جدا، حوالي 50 صوت. فدي دي وعلى فكرة تجربة اللي برضو كانوا بيشجعوني في محترمة التجربة بتاعتي دي هم الرجال. اللي كانوا واقفين في ظهرك. حملتي كانت فيها امرأة او اتنين والباقي رجال، وكانوا 50% مثلا من الزملاء اللي منحوني ثقتهم في الانتخابات كانوا من الرجال. هتاخدي التجربة مرة تانية ولا هتقولي خلاص لا لا انا مش ما بيأس. هتاخديها؟ ليه؟ هتاخديها تاني. هاخدها طب تاني. حلو قوي. العمل العام عايز قوة وعايز مصابرة وعايز ان انت دايما تكوني متواجدة في المرأة الخدمات. القيادية ايه مواصفاتها؟ اولا تكون عارفة هي عايزة ايه، هي عارفة هي داخلة المجال ده حباه، هتقدر تقدم فيه يعني اللي تقدر انها تقدمه. لازم تكون متخصصة في مجالها علشان تقدر تنجح فيه. ده حقيقي. انا شايفة ده اهم حاجة. المرأة القيادية ان هي ما تكونش دخيلة على المكان، هي تكون من في صلب العمل اللي هي بتعمله. طيب.